أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم نبدأها بالعناوين. قبيل توجهه إلى بكين شولتس يكتب في بوليتيكو عن أمله في تغيير التعامل مع الصين. الغارديان تقول إن نتنياهو قد يعود إلى الحكم لكن الفائز الحقيقي هو اليمين المتطرف. دير شبيغل تتساءل ماذا يعني سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأمريكي بالنسبة لأوروبا؟ أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن سياسة جديدة تجاه الصين وذلك بالتزامن مع زيارته المرتقبة التي سيقوم بها إلى بكين في أول زيارة لزعيم غربي للصين منذ إعادة انتخاب شي جين بينغ زعيما للحزب الشيوعي. كشف شولتس عن هذه الرؤية في مقال رأي في صحيفة بوليتيكو والذي جاء تحت عنوان شولتس يأمل في تغيير التعامل مع الصين. قالت الصحيفة إن المستشار الألماني أولاف شولتس أكد في مقال رأي إنه يتعين على برلين تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع الصين حيث تتراجع نحو مسار سياسي ماركسي ليني أكثر صراحة، مشيرا إلى أن برلين تواجه انتقادات حيال ذلك. ودافع شولتس في مقالته لبوليتيكو وصحيفة ألمانية عن رحلته إلى الصين، لكنه شدد على أن الشركات الألمانية ستحتاج إلى اتخاذ خطوات لتقليل التبعيات المحفوفة المخاطر في سلاسل التوريد الصناعية لا سيما من حيث أحدث التقنيات. أضاف شولتس في مقاله أيضاً إلى أنه لا يمكن للسياسة الألمانية بشأن الصين أن تكون ناجحة إلا عندما تكون جزءاً لا يتجزأ من السياسة الأوروبية تجاه الصين. وقال شولتس إنه يريد أن تتعاون ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع الصين الصاعدة بما في ذلك بشأن قضية تغير المناخ المهمة بدلاً من محاولة التغلب عليها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه على برلين أن ترد الانتقادات بأن ألمانيا ترتكب نفس الخطأ مع الصين بالاعتماد عليها كقاعدة تصنيعية وشريك تجاري مثل خطأها في الاعتماد على روسيا في الطاقة. تنضم إلينا من برلين الدكتورة نجاة عبد الحق الباحثة في الشؤون الأوروبية، أهلا بك معنا عبر شاشة الغد بعدما تابعناه في هذا المقال في بوليتيكو لشولتس. يعني سأبدأ معك بمعالم السياسة الجديدة، ما الذي يريده شولتس من الصين؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. زيارة شولتس إلى الصين تأتي في مرحلة حقيقة حساسة جدا لألمانيا لأوروبا وللوضع العالمي. شولتس يدرك أنه لا يمكن لألمانيا الاستغناء عن الصين. إذا عدنا إلى فترة الوباء توقفت الصناعة في ألمانيا بسبب انقطاع خطوط الإمداد من الصين لقطع معينة تحتاجها الصناعة الألمانية، لأن الارتباط خاصة صناعة السيارات الألمانية بالصين عالي جدا، ونعلم أن هناك أيضا مصانع ألمانية للسيارات في الصين. فيحاول شولتس في هذه المرحلة أن يوازن بين احتياجات ألمانيا الحفاظ على العلاقات مع الصين من ناحية، ولكن من ناحية أخرى أن يقلل الاعتماد عليها ويحاول أن يدفع الصين إلى تغيير بعض السياسات مثل ما ذكرتم في اتجاه المناخ أو حتى السياسات الاقتصادية. ولكن حقيقة أعتقد أنها مهمة، دعني أسميها شبه مستحيلة في الظرف الحالي، خاصة وأن موقف الصين من الحرب الروسية الأوكرانية هو موقف المصالح الصينية، وعلى الأغلب هذا حقها، ولكن هي لا تدعم الأوروبيين في حربهم ولا تعارض روسيا في حربها بنفس الوقت. يعني هذا موقف صيني بحت للدفاع عن المصالح الصينية، وتعزز الصين استيراد الطاقة من روسيا، خطوط الأنابيب لم تنتهي بعد، ولكن ذلك يعني أن على الأقل بعد عام من الآن ستستطيع روسيا تصدير غازها إلى الصين بكل سهولة مثلما كانت تصدره إلى أوروبا، وهذا يقوي موقف روسيا من ناحية والصين من ناحية أخرى. فيذهب شولتس إلى الصين اليوم كأنه متجاهل الإشارات أو التحالفات الغير مباشرة على المستوى العالمي خاصة ما بين الصين وروسيا، وإن لم يكن هذا التحالف معلن.
دعيني أضيف نقطة مهمة جدا بأن ميناء هامبورغ الذي يتم تطويره الآن، نعم هناك شركة صينية حاولت الاستثمار في هذا الميناء بقيمة 50%، وكان هناك خلاف كبير جدا داخل ألمانيا وعدد من الوزارات، منها وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية وحتى الدفاع حذرت من هذا التعاون، ولكن شولتز أصر على ذلك ووصلوا إلى حل وسط أن تشارك الشركة بأقل من 25% الشركة الصينية حتى لا يكون لها حق في التصويت، ولكن هناك استثمارات صينية أيضا في ألمانيا. طيب شولتز يقول في المقال أن هذه السياسة تجاه الصين لن تكون ناجحة إلا عندما تكون جزءا لا يتجزأ من السياسة الأوروبية. طيب في ظل الانتقادات لسياسة شولتز من الاتحاد الأوروبي تحديدا فيما يخص أزمة الطاقة والاعتماد على روسيا بشكل كبير، وربما ألمانيا تعلمت الدرس من ذلك، كيف يمكن اليوم إقناع الجانب الأوروبي بالاتجاه نحو هذه السياسة مع ألمانيا تجاه الصين؟ نعم، يعني الخبرة الألمانية الروسية هي أساس أزمة الطاقة أو الخلاف مع الدول الأوروبية. دعني أقول أن ذلك صفحة لم يتم طيها، ولكن كانت سياسات في الماضي، كانت سياسات ألمانية واضحة، ولكن الآن نحن في موقع على ألمانيا إيجاد حلفاء في الاتحاد الأوروبي. القضية صعبة لأن هناك خلافات في داخل الاتحاد الأوروبي ما يخص قضايا أخرى، ولكن بنفس الوقت علينا أن نذكر الأوروبيين وأنفسنا والعالم بأن فعلا ألمانيا هي قاطرة الاقتصاد الأوروبي، إذا انهار الاقتصاد الألماني سينهار كل أوروبا. طيب. كل الدول الأخرى قد تبدو مهمة ولكنها ليست مهمة مثل ألمانيا، لذلك أعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون براغماتية جدا وستتبع شولتز، لكنه لن يكون طريقا سهلا. ولكن الاتحاد الأوروبي يعني يتهم ألمانيا بأنها تتفرد بقراراتها إن كان تجاه تحديد سقف لسعر الطاقة وغيرها من القرارات، ولكن يعني هل اليوم أوروبا ستسير بهذا المسار وهنا سؤال، أم أنه هي تعرف الحاجة اليوم إلى هذه العلاقة مع الصين؟ نعم، يعني التفرد الألماني الذي يتم انتقاده تم تفنيده من ألمانيا، حيث اعتبرت شولتز نفسه ووزارة الخارجية الألمانية بأن هذا اتهامات جزئيا باطلة، جزء منها صحيح ولكن جزء منها باطل، خاصة ما يخص السياسات الألمانية بدعم اقتصادها في هذه الأزمة، حيث انتقدت فرنسا ولكن فرنسا قامت أيضا بدعم اقتصادها ولكن بحزمة أقل، لكن إذا قارنا الناتج القومي عدد السكان وفترة الدعم فتبدو متساوية، يعني كان هذا خلاف. بنفس الوقت لا، يعني لا مجال أمام الاتحاد الأوروبي إذا كان يريد المضي قدما على مستويات مختلفة، منها مستويات الدفاع، الاقتصاد، حل أزمة الطاقة، إلا أن يتفقوا أو أن يجدوا طريقا مشتركا، لأن أوروبا إذا تحركت ككتلة واحدة على المستوى الاقتصادي سيكون أثرها مختلف جدا عن إذا تحركت دول فرادة، وذلك أيضا ما يخص سياسة الصين. أنا أعتقد أن الرؤساء الأوروبيين أو الدول الأوروبية مدركة لذلك ويحاولون إيجاد حلول مع ألمانيا، لن يأتي هذا الحل بعد أسبوعين من اليوم، على الأغلب في خلال الأشهر القادمة، ولكن السياسات الألمانية للحفاظ على الاقتصاد الألماني فعلا مضطرين أنهم يجدوا تعاون معين مع الصين. ولكن ما الشروط التي يمكن أن تطمئن اليوم الجانب الأوروبي لعدم تكرار سيناريو روسيا؟ وهل اليوم القرار الأوروبي تجاه الصين هو لمصلحة أوروبا أم أنه تبعية للمصالح الأمريكية؟ نعم، سؤالين مهمين جدا صراحة. يعني مرة ثانية، التجربة الروسية تم التعلم منها، ألمانيا الآن عندها توجهات إلى الصين، استيراد الغاز من دول أخرى منها دول الخليج العربي كما نعرف، الجزائر، الهيدروجين الأخضر من كندا مثلا، وعلى الأغلب الآن أن تكون البرازيل أيضا على رأس الدول التي سيتم التعاون معها خاصة بعد الانتخابات البرازيلية. يعني التعددية في الاتجاهات هو الحل الآن لتقليل الخطر الذي يمكن أن يكمن في سياسة باتجاه دولة معينة، والصين جزء من هذه التعددية. ما يخص التبعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني باختصار شديد لو سمحت. نعم، هنا وجهة النظر، جزئياً هناك تبعية الولايات المتحدة بسبب حلف الناتو وبسبب علاقة أوروبا بالولايات المتحدة، ولكن شاهدنا بالفترة الأخيرة
انسحاب أوروبي من السياسات الأمريكية أو معارضتها، وأعتقد أن السياسات مع الصين ستكون ضمن هذا وسيكون خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص. أشكرك من برلين الدكتورة نجاة عبد الحق الباحثة في الشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. فاينانشال تايمز تبرز تحذير أذربيجان من الحاجة إلى الاستثمار لضمان قفزة في تدفقات الغاز في الاتحاد الأوروبي، وتشير إلى أن أذربيجان حذرت من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها بمضاعفة صادراتها من الغاز إلى الكتلة إلا إذا تم تزويدها باستثمارات جديدة في خطوط الأنابيب وعقود الشراء طويلة الأجل، حيث تسارع بروكسل لإيجاد بدائل للطاقة الروسية. تحت عنوان المشروع الأوروبي الآن تحت رحمة الطقس، تقول فورين بوليسي إن الحقيقة المقلقة الآن هي أن مستقبل أوروبا مرهون بالطقس، وتشير إلى أن الشتاء القادم سواء كان بارداً أم دافئاً سيحدد ما إذا كانت أوروبا ستمر خلال الأشهر الستة المقبلة دون ضغوط اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة. دي تايت الألمانية تتحدث عن امتلاء خزانات الغاز بنسبة 99.19%، وتنقل عن رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية بأن جميع صهاريج التخزين وصلت تقريباً إلى مستوى التعبئة المحدد قانوناً، لكنه حذر من أنه في الشتاء البارد يمكن أن يفرغوا بسرعة مرة أخرى فيما يتعلق باستهلاك الغاز وتوفير أكبر قدر ممكن حتى عندما تنخفض درجات الحرارة. فورين بوليسي تقول إن حزب اليمين المتطرف سيدفع بأجندة معادية للعرب في حكومة إسرائيلية جديدة، وتشير إلى أنه مع فرز معظم الأصوات يبدو أن بنيامين نتنياهو والقوميين المتطرفين هم الفائزون الكبار. الموندو الإسبانية تقول إن إسرائيل تنتقل من التحالف الأكثر تنوعاً إلى أقصى اليمين. مثل صعود أحزاب اليمين المتطرف واحتلالها موقعاً بارزاً في المشهد السياسي الإسرائيلي مفاجأة كبيرة وسط تحذيرات ومخاوف إزاء المسار الذي تسلكه إسرائيل. صحيفة الغارديان تناولت هذا الموضوع في تقرير تحت عنوان قد يعود نتنياهو إلى الحكم لكن الانتصار الحقيقي ينسب إلى اليمين المتطرف. قالت الصحيفة أن تحالف نتنياهو اليميني في طريقه للفوز في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية هو الأمر الذي قد يمنحه مخرجاً من الاتهامات التي تلاحقه حيال قضايا رشوة وفساد، لكن الصحيفة قالت أن الفائز الأكبر في الانتخابات ليس نتنياهو وإنما حزب الصهيونية المتدينة اليميني المتطرف، إذ تشكل النتائج بالفعل انتصاراً فاصلاً لتحالف يميني متطرف يسعى كما تقول إلى تقليص الضوابط والتوازنات على المشرعين وإنهاء الحكم الذاتي الفلسطيني في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وإطفاء الشرعية على شكل من أشكال الفساد الذي يتهم نتنياهو بارتكابه. وقالت الصحيفة إن صعود اليمين المتطرف في إسرائيل سيضع ضغوطاً على العلاقات الإسرائيلية مع دول العالم خاصة الولايات المتحدة، إذ أن تنامي نفوذ حزب الصهيونية الدينية وبن غفير يمثل اختباراً للتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ ينظر إلى بن غفير باعتباره شخصاً منبوذاً من قبل إدارة بايدن. وأضافت الصحيفة أنه في المقابل يبدو أن نتنياهو غير منزعج حيال أن يؤثر وجود بن غفير الذي سيتولى منصباً وزارياً في أي حكومة يشكلها نتنياهو، مضيفاً أن نتنياهو يعتمد على فوز حزب الجمهوريين في الانتخابات النصفية وعودة دونالد ترامب بعد الانتخابات الرئاسية عام 2024. يبدو أن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية التي ستجرى الشهر الجاري قد تلقي بظلالها على العلاقات بين أمريكا والاتحاد الأوروبي خاصة في حالة سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. مجلة دير شبيغل تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان ماذا يعني سيطرة الجمهوريين بالنسبة لأوروبا؟
قالت المجلة إن الانتخابات النصفية يمكن أن تؤثر على الدور القيادي للولايات المتحدة في حرب أوكرانيا، وتشير إلى أنه في حال فوز الجمهوريين سيتعين على ألمانيا تحمل المزيد من المسؤولية وتعويض أي نقص في التمويل الأمريكي، في ضوء تصريحات صدرت عن جمهوريين بشأن تقليص الدعم الأمريكي. أضافت المجلة أن الدوائر السياسية في ألمانيا وفرنسا تأمل في ألا يكون للانتخابات النصفية الأمريكية تأثيراً كبيراً على التعاون مع واشنطن، لا سيما الدعم المالي والعسكري الأمريكي الهائل لأوكرانيا. أضاف دير شبيغل أنه من السذاجة الاعتقاد بأن الدعم الأمريكي الكبير لن يتغير في حالة فوز الجمهوريين، لكن هناك بعض الأسباب وراء اعتقاد آخر بأن فوز الجمهوريين لن يحدث تغييراً كبيراً، في ضوء أن غالبية الأمريكيين يدعمون سياسة بايدن في أوكرانيا واحتمال أن يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب فقط وليس مجلس الشيوخ. أضافت المجلة أنه من المرجح أن تجلب انتخابات التجديد النصفي عدداً من النواب الذين يؤيدون سياسات انعزالية على غرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مضيفة أن هؤلاء النواب ليس لديهم اهتمام كبير بأوكرانيا أو الأمن الأوروبي. تعد قضية الهجرة شائكة بين روسيا ودول شرق أوروبا في الجوار، خاصة بولندا، مع استمرار الحرب في أوكرانيا. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت الموضوع تحت عنوان: بولندا تبدأ بناء جدار لمنع روسيا من دفع المهاجرين إلى أوروبا. قالت الصحيفة إن قادة بولندا يخشون من أن موسكو قد تشجع طالبي اللجوء من إفريقيا والشرق الأوسط على العبور إلى الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من جيب كالينينغراد الروسي. أضافت أن هذه المخاوف دفعت الجيش البولندي للبدء في بناء سياج من الأسلاك الشائكة سيمتد على طول حدود بولندا مع منطقة كالينينغراد الروسية، إذ تخشى بولندا تكرار أزمة 2021 عندما حاول آلاف المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط عبور الحدود من بيلاروسيا. أشارت وول ستريت إلى أن بولندا تتهم روسيا وحليفتها بيلاروسيا باستغلال المهاجرين كجزء من حملة حرب هجينة لزعزعة استقرار أوروبا مع تصاعد التوتر بسبب الحرب في أوكرانيا. أضافت الصحيفة أن الأمر لا يتوقف على بولندا، إذ أن كل من فنلندا وإستونيا ولاتفيا أعلنت عن خطط لبناء سياج على طول الحدود مع روسيا، كما أن جورجيا هي الأخرى تتعرض لضغوط داخلية لتشديد القيود على حدودها بعد أن فر مئات الألاف من الروس في سن التجنيد من أوامر التعبئة التي أصدرها الرئيس فلاديمير بوتين. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز العناوين. وول ستريت تقول إن مساعد ترامب الممنوح الحصانة على وشك الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق وثائق مارالاغو، وتشير إلى أنه من المقرر أن يدلي كاش باتيل الشريك المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب بشهادته قريبا أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى تحقق في التعامل مع الوثائق السرية في مارالاغو بعد حصوله على حصانة لمعلوماته، حسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر. فاينانشال تايمز تقول إن إيلون ماسك يخطط لخفض ما يصل إلى نصف القوى العاملة في تويتر. نيويورك تايمز تقول إن تفشي فيروس الإيبولا في أوغندا هو اختبار لما تعلمناه من كوفيد. البياس الإسبانية تقول إن عدم وجود اتفاق في الاتحاد الأوروبي يجعل من الصعب تبني عقوبات جديدة ضد قطاعات رئيسية في روسيا. واشنطن بوست تسلط الضوء على تحذير الأمم المتحدة من أن بعض الأنهار الجليدية ستختفي بحلول عام 2050، وتشير إلى أن تقريراً جديداً لليونسكو حذر من أن الأنهار الجليدية في ثلث مواقع التراث العالمي التي تمتلكها على الأقل، بما في ذلك حديقة يوسمايت الوطنية في كاليفورنيا وكذلك الأنهار الجليدية القليلة المتبقية في إفريقيا، ستختفي بحلول منتصف القرن حتى لو تم كبح الانبعاثات.
يبدو أن استحواذ إيلون ماسك على موقع تويتر أثار ردود فعل غاضبة داخل الشركة. صحيفة نيويورك تايمز تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان ماسك يواجه استقالات في تويتر. قالت الصحيفة إن ما لا يقل عن 5 مدراء تنفيذيين في شركة تويتر في الأيام الأخيرة قدموا استقالاتهم، كما دعت إحدى أكبر الشركات الإعلانية في العالم إلى إيقاف الإنفاق مؤقتاً على منصة التواصل الاجتماعي تويتر. أضافت الصحيفة أن تويتر تواجه ما يشبه نزوحاً جماعياً من المديرين التنفيذيين والمسؤولين عن الإعلانات مع تولي ماسك زمام الأمور في تويتر، وسط أنباء عن استعداده لتسريح الموظفين وإجراء تغييرات جذرية على الشركة. قالت نيويورك تايمز إن أبرز الاستقالات كانت استقالة رئيسة مبيعات الإعلانات التي تعمل في تويتر منذ أكثر من 4 سنوات، وأشارت إلى أن الاستقالة جاءت فيما يبدو بعد فصل كبار المديرين التنفيذيين في الشركة بعد إتمام صفقة استحواذ إيلون ماسك. أضافت الصحيفة أن هذه الاستقالات تأتي في وقت يستعد فيه فريق ماسك للقاء المعلنين هذا الأسبوع في نيويورك، حيث ستكون الاجتماعات حاسمة لطمأنة المعلنين الذين يشعرون بالقلق بشأن المنصة. لكن الصحيفة قالت إن هذه الاستقالات قد تؤثر على تعافي الشركة من الأزمات التي تعرضت لها في السابق. مع قرب استضافة مصر قمة المناخ المعروفة اختصاراً بكوب 27، ظهرت تحذيرات من تفاقم ظاهرة التغير المناخي مع تعرض العديد من دول العالم لموجات حر قياسية وفيضانات عارمة. صحيفة الجارديان تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا أكثر من ضعفي المعدل العالمي. قالت الصحيفة أن الأمم المتحدة أعلنت أن درجات الحرارة في أوروبا ارتفعت بأكثر من ضعفي المعدل العالمي على مدى العقود الثلاثة الماضية، وهي وتيرة تعد الأسرع على مستوى قارات العالم. نقلت الصحيفة عن تقرير صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي قوله إن منطقة أوروبا شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار 0.5 درجة مئوية كل عقد منذ عام 1991. قالت الصحيفة إن التقرير أشار إلى أنه في ضوء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا فقد فقدت جبال الألب 30 متراً في سمك الجليد بين عامي 1997 و2021، في حين أن الغطاء الجليدي في غرينلاند يذوب بسرعة ويساهم في تسريع ارتفاع مستوى سطح البحر. أضافت الصحيفة أنه رغم ذلك فقد أشار التقرير إلى بعض الإيجابيات، ومن بينها نجاح العديد من الدول الأوروبية في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ انخفضت تلك الانبعاثات في أنحاء الاتحاد الأوروبي بمعدل الثلث تقريباً بين عامي 1990 و2020. وإلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.